ፍቃድህ ካቆምንበት እንመለከታለን ማለት ነው። ጠይብ እያየን የነበረው حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر والتحلي بالذهب انصصلان متكام هنا ان متكام لسيتوچ እንዴት ይታያል وكذلك ጸጉሯን ማቀለምን وكذلك بورق መጋጌጥን በተመለከተ ርዕስ አንስተው ነበር ان شاء الله የመጀመሪያውን ተመልክተናል ማለት الخضاب انصصلان متكام هنا متكام እንዴት እንደሚፈቀድ ይቻላል አይቻለም وكذلك ለማን ነው የሚፈቀደው ለማንስ አይፈቀደው ትግሮችን ሁለት እጆችን በሂና ማቀለም ላገባች ሴት የተወደደ ነው ብለዋል። ምክንያቱም በዙ ዙሪያ የመጣ ሐዲሶች ስላሉ ማለት ነው። ወከዛሊከ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ሂናን ስለመጠቀም አንድ ሴት ጠይቃት ምንም ችግር የለም ነገር ግን እኔ ጠላዋለሁኝ እኔ ወዳጅ ስለሚጠሉሽ ተውን ብላለች። ወከዛሊከ ሌላ ሴት መጣ ከመጋረጃ አፎን النبي صلى الله عليه وسلم زند متى كتاب يذا كمغارجا جربا اجون على قلمتش منبه النبي صلى الله عليه وسلم سسب ادرجو اجاچون سسب ادرجو كذا بحالا منالو يوند اجي هون يسيت اجي هون على قمالچ اي يسيت اجي نو بلا ملسچ النبي صلى الله عليه وسلم منالو لو كنت امراه لغيرتي اظفارك سيت ما بتهوني طفرشين باقلمشو نبره يعني بالحنا بانسسلا بحنا ባቀለምሽ ወነበር ብለዋታል። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ተነቃቀል እናደርግ የሚገባው ሴቶች ስታቀልሙ ምን መደረግ የለበትም ብለዋል። ዘው ላይ የሚደርቅ የሆነ ነገር መጠቀም ጥፍሮቻችሁን ማቀለም የለባችሁም። አይ ጥፍር ነው እኮ ውሃ በፊትም ቢሆን አሁንም ቢሆን አይገባውም ባል ነገር የለም። ጥፍርም ያንድ አካላችን ነው። በጥፍር ቀለም የተቀባ ከሆነ ውሃ አይገባውም። ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። ወከዛሊክ ሌላም የተላዩ የሂንድ ሀገር ሂና አለ ያንን መጠቀም አይፈቀድ ምክንያቱም ውሃ ያስገባምና ማለት ነው። አላኩል ሐሊን ራሳችን ላይ የሚያደርቅ የሆነ ነገር ጣሃራን የሚከለክል የሆነ ነገር ከ ምን መጽዳት ለምሳሌ ከጀናባ መጽዳት ውዶ ማድረግን የሚከለክል የሆነ ነገራቶችን መጠቀም አይፈቀድም። طيب የዛሬው ደርሳችን واما صبغ المرأة شعر رأسها واما صبغ المرأة شعر رأسها واما صبغ المرأة سيت لج منكرا ما قلم واما شعر رأسها يراسان صغر لببالو طقور يهونون يراسان صغر سيت لج ما قلم واما واما صبغ المرأة سيت لج ما قلم واما منكرا ما شعر رأسها يراسان صغر فان كان شيبا شبته كهونه نعم ارجيتال يهون يشلال بزر ليهون يشلال بزر ليهون يشلال ارجيتام ليهون يشلال فإن كان شيبا شبته كهونة فإنها تشيتري تصبغه تنكر وتقلمه بغير السواد كتقر قلموج بال ليلوش قلموج ببني بتلاي كرلوج تاقلمهوا فإن كان شيبا شبته كهونة على جيتال يهون يشلال بليلا مكنا يهون يشلال فإنها سيتري تصبغه تنكر وتقلمه بغير السواد كتقرج بال قلموج تاقلمهوا لمن تقر لمن ايتشالم كتباله لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم كل كلو اتقى ليس لهونه يعني الصبغ بالسواد بتقر قلم ماقلم لنبي صلى الله عليه وسلم كل كلو اتقى ليس لهونه ايا قلومو تبلو وندم سيتم بتقر قلم ماقلم ايفقد بتقر قلم ماقلم ايفقد تشبههم مالبت بكافر سيتوچ بدراما سري سيتوچ وكذلك በባጋ በድሩዬ ሴቶች መመሳሰል አለበት። አፈል አላኩል ሐሊን ከዛም ባለፈ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከልክለዋል። ከልክለው አጠቃላይ በጥቁር ቀለም ማቅለም እንደሌለብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል። ስለዚህ ሴት ልጅ ጸጉሯን ማቅለማ ሸበቶ ከሆነ ከጥቁር ውጭ ባሉ ቀለሞች ምን ማድረግ ትችላለች? ማቅለም መንከር ትችላለች ማለት ከጥቁር ውጭ ባለ ቀለሞች ማቅለም ትችላለች። በጥቁርስ አይፈቀድም ምክንያቱም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለ አጠቃላይ ስለሆነ ማለት طيب قال الامام النووي رحمه الله امام النووي في رياض الصالحين رياض الصالحين بتسنيو كتاباتቸው ላይ صفحه 256 ኛው ገጽ ላይ እንዲህ ይላሉ رياض الصالح بتسنيو كتاباتቸው ላይ صفحه ገጽ
ሁለት መቶ ሀያ ስድስተኛው ገጽ ላይ እንዲህ ይላሉ። ባቡ ነህይ ረጁሊ ወልመርአቲ እንኺጣብ ሻዕሪሂማ ቢሰዋር። ኢማሙ ነወዊ ምን ብለው አዘጋጅተዋል? ኪታቦቻቸው ላይ ሪያድ ሷሊህ ላይ ርዕስ አብጅተዋል። ባቡ ነህይ ረጁሊ ወልመርአቲ፣ ሴት ልጅና ወንድ ልጅ ስለመከልከሉ የሚናገር ርዕስ ነው ብለዋል። በምን እንኺጣብ ሻዕሪሂማ፣ ሁለታቸው በጥቁር ጸጉሮቻቸውን ማቅለም ሴትም ይሁን ወንድ ስለመከልከሉ የሚናገር ምዕራፍ ነው ብለው ጸጉርን ማቅለም ክልክል ነው ማለት አይፈቀድም። በምንድን በጥቁር ማለት በሰዋድ በጥቁር ጸጉሮቻቸውን ወንድየውም ጺሙን ጸጉር እንደውም ይሄንን ሐዲስ ይሄንን ንግግር ኢማሙ ነወዊ የተናገሩት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ለአንድ ሰሃቢ በነጭ ነጭ ቁራብ መስሎ መጥቶ غيروه ቀይሩለት ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቀይሩለት بغير السواد ከጥቁር ቀለም ውጭ ባለ ሌሎች ቀለሞች ቀይሩለት ብለዋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ወንድ ማዘዛቸው ከጥቁር ቀለሞች ብትጠቀም ሴትም ከከለው ለወንድም ለሴትም ከከለው አምነው ማለት። ስለዚህ በጥቁር ውጭ ቀለም ባሉ ቀለሞች ማቅለም ይፈቀዳል። وقال في المجموع امام مجموع الفتاوى علي امام النووي عنده لاله አንደኛው ቮሊ 324ኛው ገጽ ላይ وقال في المجموع مجموع الفتاوى علي امام النووي عنده لاله አንደኛው ቮሊ 2 ولا فرق ليونه اللوم يلال ولا فرق بين بمكلكل طيب ولا فرق ليونه اللمال ما ناتشو يهن ميلوت امام النووي ناتش ولا فرق ليونه اللم في المنع بين الرجل والمرأة بسيت لجنة بوند لجنة مكاكل بتقر قلم بمقلم زوريا منم ليونة اللم إلى اللو هذا مذهبنا إيه أكهدات النو إلى اللو ولا فرق ليونة اللم في المنع بمثل كل زوريا من الخضاب كمقلم بالسوادي بتقر قلم بتقر قلم بمقلم بمثل كل زوريا منم ليونة اللم بين الرجل والمرأة بوند لجنة بسيت لجنة مكاكل በጥቁር ቀለም በማቀለም ዙሪያ በመሰልከል ምንም ልዩነት የለም هذا مذهبنا ايه አከሃዳችን ነው ይላል انتهى امام النووي ንግግር እዚህ ጋር በቀር ማለት እንግዲህ امام النووي አቋማቸው ምንድነው በወንድም በሴትም በጥቁር ቀለም ጥቁር ቀለምን ማቀለም ለጸጉሮቻቸው ክልክል ነው ይሄም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው ይሄ امام النووي ንግግር ብቻ አይደለም امام ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غيروه غير السواد كتقر قلم متبال قيرولت بلاوال لا عند صحابي نچ هونو نچ قرا مسلو متتو كتقر قلم متبال قلم اقلمولت بلاوت طيب واما صبغ المراه سيت ليجي ما قلمو اما لشعر راسها لببلو انغدي اشي تقرا تقر صغروانس زنب تنستا بليلا كرل ما قلم تشلالا يحلم ازهو تملكتوت واما صبغ المراه سيف لجي منكروا اما ما قلموا اما لشعر راسها يراسان صغور الاسوده تقري هونون يراسان صغور ما قلموا اما تمدر تنسى وي كافر سيتوچين تملكتا ليون يشلال وي ليلى نغر ليون يشلال وبت فلغابت مسولان ليون يشلال واما صبغ المراه سيف لجي ما قلموا اما لشعر راسها يراسان صغور الاسود تقري هونون يراسان صغور ما قلموا اما ليتحول انديقيرلات بلا عندي كارير الله الى لون اخر ودي ليلى كرل ودي بني ودي تلايه كرل ايه تقور قرم تقور تقور يهونو صغرا ودي ليلى كرل عندي كيرلات بلا صغور تقور يهونو صغران ما قيروا مالو فالذي ارى اني من ملكته كدليل انصار كدليل انجل من ملكته ان هذا لا يجوز
ይሄ እንደማይፈቀር ነው አለ ማናች ይሄን የሚሉት الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله ናቸው فالذي ارى اني من ملكته قالوا كدليل انصار كمرج انصار من ملكته ان هذا لا يجوز ايه عندما يفكر نو قالوا لمن مكنيتم لانه لا داعي اليه ولزم يانساسات نغير الا تقول يهونون صبروان قلم وللا ولا مقير يانساسات نغير الا كتقر وج من الله وبت ليلا من ليلا وبت الا لذلك لانه لا داعي اليها ولزا يانساسات نغير الا تقول يهونون صبروان ለመቀየር የሚያነሳሳት ነገር የለም ያቺኛይቱስ አንቺ ለምንድን ነው ቀየርሽው ብትባል ሸበቱ ሆኖብኝ ነው ልትል ትችላለች ወይም በዘርት ሆኖባት ወይም አርጅታ ሊሆን ይችላል ይቺኛይቱስ ምንም አልሆነችም ስለዚህ ጥቁር የሆነውን ከለር ጸጉሯን ወደ ሌላ ጸጉር ለመቀየር ወደ ሌላ ከለር ለመቀየር የሚያነሳሳት ነገር ምንም ነገር የለም ይላሉ لانه لا داعي اليه ورسو ወደ መቀየር የሚያነሳሳት ነገር የለም لان السواد ጥቁር ከለር بالنسبة للشعر كتابور انصار سن ملكته جمال وبت نو راسه لان السواد تقر كرل تقر مهونو صغراچن بالنسبة للشعر لا صغور انصار سن ملكته جمال تلق وبت وليس تشويها وليس يلبتم تشويها الزبوت عليه يتبلاشى نجر الا يحتاج الى تغيير ወደ መቀየር የሚያስፈልጋት ሆነ የተበላሸ ነገር ይለ ወይ ነጭ አልሆነባት ወይም ሌላ ነገር አልሆነ ወለይሰ ተሽዊሃ እዝቦታ ላይ አስፈልግም يحتاج تشويه اللبث يعني يتቀየረ ነገር የለም የተበላሸ ነጭ ሆነባት ነገር የለም يحتاج الى تغيير ለመቀየር የሚያገፋፋት ሆነ የሚያስፈልጋት ነገር ምንም ነገር የለም ና ስለዚህ ጥቁር ከለር ለጸጉሯ እጅግ ትልቅ ውበት ነው ወለይሰ ተሽዊሃ تشويه አይደለም ማለት تشويه ብሎ ማለት ምንድነው የሚያስፈልጋ ሌላ ነገር ለመቀንትን ለመቀየር የሚያነሳሳት ነገር ምንም ነገር የለም يحتاج الى تغيير ለመቀየር የሚያስፈልጋት የሆነ ነገር ሊያስፈልጋ ዘንድ የተቀየረ ነገር የለም ነው ጸጉሯ ወይ ነጭ አልሆነም ወይ ሌላ ነገር አልሆነባትም ስለዚህ ጥቁር ከለል በጸጉር ትልቁ ውበት ነው ወሊአን في ذلك ጥቁር የሆነውን ጸጉሯን ከምድር ተነስታ ወደ ሌላ ከር መቀየሯ ተሸቡሃን ቢልካፍራት በካፊር ሴቶች መመሳሰል አለባት እንግዲህ እቺ ሴት ተነስታ ሄዳ ጥቁር የሆነውን ጸጉሯን ስትቀይር ወይ ያየችው ነገር አለ ወይ ዘፋኞችን አይታለች ወይ ድራማ ሴሪዎችን አይታለች ወይ ምዕራባዊ ዓለምን ተመልክታ ነው እንጂ ከምድር ተነስታ ተቀየረውን በጭራሽ ማለት ስለዚህ ወለአን في ذلك በዚህ ውስጥ ላይ ምን አለበት አሉ ተሸቡሃን ቢልካፍራት በካፊር ሴት መመሳሰል አለባት ማለት እዚህ ቦታ ላይ عند اللي تقوى ما لساتاتكم مفلقوا يا شيخ مقبل الوادعي رحمه الله ليش عندت رسالة يتعفى تشاتالك يا شيخ مقبل سيت ليش يالتشو رحمه الله لسيتوك يازقى جوات رسالة لك الزات الرسالة لي اجيك بركات تيهنو نتبوكين تانسالك عندنا سيت ليش سيت ليش بقيت زوريا مقاقيت تفكر الله تارتلالك سيت ليش በጌ ዙሪያ መጋጋት ይፈቀድላታል ነገር ግን ጌጦቿን ግልጽ አድርጋ ለታሳያ ይፈቀድላት ጌጦቿን ወርቅም ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ግልጽ አድርጋ ለታሳያ ይፈቀድላት በተለይ ከጌጥ ሁሉ ጌጥ ፊት ነው ፊቷን ግልጽ ለታሳያ ይፈቀድላት نعم عند اهل السنه والجماعه نقاب واجب ነው مستحب ነው የሚሉ علماءዎችም ቢኖሩ ማለት ነው ነገር ግን ان ابو قيم شيخ الاسلام تيمي اقامتش من دنو نقاب واجب نو نو كجيت كله جيت فيتن فيت يال هنا جيت من ليلا من هنا كذا وجه اللهم باولا لي هون يشلا نجر جن فيتوچاچون بتچالاچو يحكل نقاب لملبس تغلا درغو ان شاء الله راسون يچاله مراف يمطال ودفيت من ملكته يهنان مالتن ليلا لو لبالوچاچو بمواب تغرا لتادرغو يگبال نعم نجر جن ستوابو شريعون يالطبق ملكو ليهون ايگبال يتلعيو كلالوچن عندن سيتوچ ساعاتاچون يميگلو አሉ መስታወትለ ይሄ ሊሆንም አይገባም መቀበት ያለብሽን ትቀበያለሽ መጋጌጥ ያለብሽን ትጋጌጣይ خلاص አበቃ ከዛ ውጭ መስታወት ላይ ሁሉ ጊዜ ተገትሮ መዋል ይሄ የነዛ ያንዳንድ ሴቶች ቄሎች ሰዓታቸውን የሚጨርሱ ሴቶች ምንድነው ባህሪ ነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች ሴቶች ምን አሉ ራሳቸውን የሚጠሉ ሴቶች አሉ ያኔ የማይጋጌጡ ሴቶች አሉ የማይዋቡ ሴቶች አሉ ቆሻሻ ራሳቸው ላይ የሚጠራቀምባቸው ሴቶች አሉ የሚሸቱ ሴቶች አሉ ይሄ ሊሆን አይገባም
አንቺ ሙስሊምና ንጽህናሽን እንድትጠብቂ ቀስቅሶሻል። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጽዳዳዮችን ይወዳል። አላህ ይحب المطهرين አላህ የሚጠራሩ የሆኑ ሴቶችን ወንዶችንም ይወዳል። ስለዚህ ቸልተኛ ሊሆንም አይገባም ምክንያቱም ባል አንቺን ንጽህና ይፈልጋልና ማለት። طيب ይሄንን ብላ ምክር ተሰጣለች ኢንሻአላህ ኪታቧን ከፈለጋችሁ በቤሬሽ መልኳት ዝግጅት እልክላችኋለሁ። طيب ሶስተኛው ላይ ويباح يفقد لالو الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله ويباح يفقد للمرقتي لسيفلس انت تحلى للتجاجيت للتواب من الذهب كورق والفضه ببر للتواب للتجاجيت يفقد لها بما جرت به العاده تلمدو بتلمدو بما جرت به العاده تلمدو بتلمدو ملكو بورق ببر للتجاجيت يفقد لها ايه معناته مندنو عند عند سيتوچ እጀሮቻቸው ላይ ማደረግን ትተው አፍንጫቸው ላይ ወርቅ የሚሰሩ አሚተክሉ ሴቶች አሉ። ጥንቃቄ ያድርጉ። አላህን ፍሩ። ይሄ አይፈቀድም። ነአ ወይባሁ ይፈቀዳል ይያሉን ለልመርአቲ ለሴትልሽ አንተ ተሐላ ለትዋብ ለትጃጅት من الذهب كورق والفضه كبر بما جرت به العاده ተላምዶ በተለመደ ለምሳሌ ጣት ላይ ነው የተለመደ وكذلك አንገት ላይ ልታረግ ትችላለች وكذلك قروع لا يلتادر قيت شلال كذاو جبا اللبال تلمد ملكو عافين جعلا يمتكر من معنى من المسرع عندي تهير الله يستطاعت وبتا اللي يشطاوب خلاص يعني تتكام ببت وأما بنعمة ربك فحديث عنشي ورق عمتتش سلقيت تمشبت عمر اللهم على تهي زبتن سلزي بما جرت به العادة تلمدو بتلمدو ملكو ببرنا بورق سيتي لجي للتقاقيد يفكر الله تعالى وهذا يهدقمو بإجماع العلماء بعلماء وسم من نوال لكن نجر جن قالوا لا يجوز لها لسيتي يفكر الله ان تظهر جرس للتدرك لكن نجر جن لا يجوز لها لسيتي يفكر الله ان تظهر جرس للتدرك حليها جيتوچان جرس للتدرك يفكر الله كورق ليون يشلال كبر جيتوچان ليون يشلال جرس للتدرك يفكر الله لمن للرجال لوندوج غير المحارم ከመህረም ውጭ ያሉ ለሆኑ ወንዶች አጅነቢ ይልሆኑ ወንዶች ጌጦቿን ወርቆቿን ግልጽ ለታደርጋ ይፈቀድላት። አንዳንድ ሴቶች እንድታይላቸው ሆም ብለው ንቃብ ለብሰው ጅልባብ ለብሰው ጓንት የማይለብሱ ሴቶች አሉ። ወርቆቻቸውን ያሳዩ ለማለት وكذلك የአንገቶቻቸውን ማባ እንትን ወርቅ ከልብሶቻቸው ስር አድርገው ግልጽ ያደርጉም ይሉ ሴቶች አሉ። وكذلك እግራቸው ላይ የታሰረ የሆነ ወርቅ ካለም ያንን ይያማቱ ድምጻቸውን ይያሰሙ ምህዱ ሴቶች አሉ። ይሄም አይፈቀድም። ይሄም አይፈቀድም። ጌጦቻን የወርቅ ጌጦቻን የብር ጌጦቻን አጅነቢ ለሆኑ ወንዶች غير المحارم كمحرم ወጭላሉ ወንዶች ግልጽ ለታደርግ አይፈቀድላትም። بل تستره من قالوا الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان بل يلقون تستره تدبك تدبكوا هدرا خصوصا بتلي بتلي عند الخروج ستوطا من البيت كبيتو اسطوطا دبقاتوطا كبيتو اسطوطا دبقا نو موطات ينبا اجانم كانت لبسا اغروانم كانس لبسا رزم يالا لبسو لبسا دمص بميسب مامت ملكو لتوطا يجبال خصوصا بتلي بتلي عند الخروج ستوطا من البيت كبيتو اسطوطا لتدبقاو يجبال والتعرض للنظر لنظر الرجال اليها والتعرض راسنا سلفا مسططوالو لنظر الرجال ወንዶች እንደመለከቷት إليها ወደሷ ወንዶች እንደመለከቷት ራሷን አሳልፋ መስጠቷ لأن ذلك فتنة إيه فتنة نوار نعم فتنة تلك فتنة والتعرض لنظر الرجال ወንዶች እንደመለከቷት ራሷን አሳልፋ መስጠቷ إليها ወደሷ ወንዶች እንደመለከቱ ይብላ ራሷን አሳልፋ መስጠቷ يعني ተገላልጣ መውጣቷ ጊጧን ያሳይሽ መሄዷ لأن ذلك فتنة إيه تلك فتنة ሊደፍራት ይችላል وكذلك ንብረቷን ሊቀማት ይችላል ሌላም ሌላም በሷ ምክንያት ሊፈተን ይችላል ስለዚህ وقدينو هيت برግት ተከልክላለች አሉ ልብ በሉ برግት ተከልክላለች አንቱ اسمع الرجال ወንዶችን ለማሰማትን ተከልክላለች ሴት ልጅ وقدينو هيت برግት ተከልክላለች ማን ነው ከለከላት አላህ ነው ከለከላት አንቱ اسمع الرجال ወንዶችን ከማሰማት ተከልክላለች ወንዶችን ከማሰማት ምንድን صوت حليها يجيጦቿን ድምጽ እግሯ ላይ የተቀመጠ ሊሆን ይችላል እጇ ላይ የታሰረ ሊሆን ይችላል አንገቷ ላይ የተንጠለጠለ ሊሆን ይችላል የወር የጌጦቿን
دمس لون دوش ما سما تكرك لعبت الله من بلوان ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن بلوان سورة النور ولا يضربن اندام ما تبلو على الله سبحانه وتعالى بأرجلهن بقرو التاتشو ليعلم لتاوك باتشو زل ما يخفين من زينتهن فوبتو التاتشو يتدبك او لتاوك بقرو التاتشو عيام ما تويل على الله سبحانه وتعالى مكنا يتم بسوان ما كان ينتو اندي لفتاني شلال النامات سلازي وقد ينهيت برغت تكلكلالج ان تسمع الرجال وندوتين كما سمعت صوت الحليه يجيطوچان دمس الذي في رجلها اغرو على يالله يهونون يدم يورقوچان يجيطوچان دمسن كما سمعت برغت تكلكلالج تحت الثياب كلبس عسر يالله اغروچ على يالله يهونون يجيطوچان دمس كما سمعت برغت تكلكلالج لب بلو يتكلكلچون ديت نو اسايتا متيدون اكو يدلم ከልብሱ አስር የተለበሰ እግሯ ላይ የተደረገ ወርቅ አለ ያንንም እንኳን ከለሩ ባይታይም ድምጹ እንደይሰማ ለወንዶች እንዳታሰማ ተከልክላለች ሱብሃንአላህ فكيف بالحلي الظاهر يا لو الشيخ صالح بن عبد الله الفوضي فكيف እንዴት አረንዴት بالحلي الظاهر جلس هنا وجيطان ما سمعتن ما እንዴት ተከለከላል በጣም ነው መተከለከለው ማለት ከልብሱ አስር ያለውን ወርቋን ድምጿን ድምጹን ለወንድ ልጅ ማሰማት የተከለከለች ግልጽ የወጣው የሆነውን ጌጧንማ ከማሰማት እንዴት አትከለከለም? نعم ግብታቻ ላይ ገለጻ ወቀዲኑ ሄት አንድ ጊዜ ለድገምላችሁ በርግጥም ተከልክላለች ሴት ልጅ አንዱስ ሚዓር ሪጃለ ወንዶች ማሰማትን ተከልክላለች ሰውታሁሊያ የጌጦቿን ድምጽ አለዚ ፍሪጅ ያግሯ ላይ ያለው የሆነው تحت الثياب ከልብሷ ስር እግሯ ላይ ያለ የሆነውን የጌጦቿን ድምጽ ለወንድ ልጅ ማሰማት በርግጥ ተከልክላለች አላህ ከልክሏታል فكيف بالحلي الظاهر ግልጽ የሆነውን ጌጧንስ እንዴት አትከለከለች